لأجل الحق كم بدلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا رشيد الرأي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا رحيم إن مضى وقضى وكان العدل ميزانا وبالإسلام فامتثلوا هدى المختار عنوانا وسيروا باشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا وسيروا باشروا الدنيا بأن الفجر قد بانا